اول طريقه في ان احنا نعمل ستيريلايزيشن هي الهيت. الهيت بنتكلم ان هو بيشتغل اساسا ان هو بيعمل بروتين ديناتشوريشن. ديناتشوريشن معناه ان انا بغير طبيعه البروتينات. البروتينات الحقيقه بيبقى لها 3 دايمنشنال شيب. وانس ان انا غيرت 3 دايمنشنال شيب دوت بيبقى بيسكلي ال 3 دايمنشنال شيب ده هو ده الكي اللي الميكروب بيدخل بيه على السل. السل بيبقى فيه اماكن معينه هو بيجي يعمل داكينج فيها، يعني بيقدر يدخل من خلالها، معتمده على شكل ال 3 دايمنشنال ستراكشر بتاعه. لو اتغير ال 3 دايمنشنال ستراكشر ما بيقدرش يعمل حاجه، ما بيقدرش ان هو ياتاك الخليه. وبالتالي طبعا بيبقى فيه حاجات كتيره جدا بقت يعني هتبقى افضل يعني. وبعد كده بنتكلم على وانس ان احنا غيرنا البروتينات. بعض الاحيان لما بنغير البروتينات اللي هو البروتين اللي بنتكلم عليه ده هو ده بتاع المايكرو اورجانيزم نفسه، بعض الاحيان ما يقدرش سرفايف. يعني معنى كده ممكن نقتل المايكرو اورجانيزم لو اتغير 3 دايمنشنال بروتين ستراكشر بتاعه. في عندنا ديفينيشنز مهمه لازم نكون عارفينها بالنسبه للتعامل مع الميكروبات باستعمال الحراره. في عندنا حاجه اسمها ثيرمال ديث بوينت، دي lowest temperature at which all microorganisms يعني basically بيبقوا killed in 10 minutes. يعني الحرارة دي لو وصلنا لها كل microorganisms in particular liquid suspension هي خلاص هي يعني خلال 10 دقائق يكونوا تأكدنا تماما ان هم كلهم ماتوا. في عندنا حاجة اسمها thermal death time، minimal length of time for all bacteria in a particular liquid culture to be killed at a given temperature. طبعا احنا بنتكلم هنا على اقل درجة حرارة 10 دقائق. كويس، لو احنا علينا درجه الحراره هتلاقي ان الوقت اللي ممكن يحصل فيه كيلينج هيبقى اقل من كده. فاحنا بنتكلم على الثيرمال ديث تايم ده، بنحطه بقى لكل درجه حراره، بنقول ان درجه الحراره دي محتاجه وقت كذا، بحيث ان احنا نختار درجه الحراره اللي مناسبه بالنسبه للوقت اللي احنا مسموح عندنا عشان نعمل فيه ديس انفكشن. في حاجه اسمها ديسيمال ريدكشن تايم اور دي فاليو، يعني بيسك ذات تايم ان ويتش 90% of a population of bacteria at a given temperature will be killed. يعني مثلا في الاكزامبل اللي احنا شفناه من شويه كان في دقيقه كان بيتم يعني القضاء على 90% ويفضل 10%، فده يعتبر بالنسبه لنا الديسيمال ريدكشن تايم او الدي فاليو بتاعت الهيت ماب. الحقيقه في حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا قبل ما نتكلم على استخدامات الهيتنج في الديسانفكشن والستيريلايزيشن. يعني اول حاجه الهيتنج ما هوش اوكي كده ان احنا نستعمله وخلاص، ان هو بيعمل دامج لبعض انواع الميديكال ديفايسز. يعني على سبيل المثال الالترا ساوند ترانسديوسرز لو تم معالجتها بستيريلايزر، لو حد حطها في 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 ستيريلايزر في درجه حراره عاليه، الالترا ساوند ترانسديوسر بيبقى دامج فور ايفر، ما بيتصلحش. اوكي، البيزو الكتريك ماتيريال نفسها بيحصل انها بتتغير الكاركترستكس بتاعتها وخلاص وبيبوظ. بنتكلم برضو على ان ريبيتد هيتنج ممكن يعمل دامج لبعض انواع الماتيريال زي الرابر وزي الليتكس. يعني بمعنى ان احنا في بعض الانواع ممكن انك انت تعمل لها ستيريلايزيشن، بس لما تعمل ستيريلايزيشن كتير بدرجه حراره عاليه الكاركترستكس بتاعت الماتيريال نفسها ممكن ان هي ما تبقاش زي ما هي، ما تفضلش زي ما هي، يعني ممكن بعد شويه ديتيريوريت. فدي برضو حاجه لازم ناخدها في اعتبار. حاجه اخيره هي الايكونوميك كونسيدريشنز. لما بتكلم على الهيتنج بتكلم مثلا عن عندي ستيريلايزر بيشتغل بالهيتنج، في بعض الاحيان طبعا عشان نشغل هيتر في درجه حراره عاليه وساعات بيبقى فيه ستيم وطبعا الجهاز نفسه غالي وحاجات زي كده، حاجات كتيره بالشكل ده. Sometimes it's less expensive ان احنا نستعمل حاجات الديسبوزابل اللي هي البري ستيريلايز ديسبوزابل بلاستيك وير than to repeatedly wash and re-sterilize glassware. يعني لو عندنا مثلا يعني طبعا كلنا بنشوف طبعا الانجكشنز اللي هي سيرنجز، كان زمان الناس بتستعمل سيرنجز مصنوعه من الزجاج وتعمل لها كل مره ستيريلايزيشن. فطبعا لو احنا بنتكلم على دلوقتي حاله دلوقتي الاستعمالات بتاعت السيرنجز دلوقتي عمر ما حد بيستعمل سيرنج مصنوعه من الجلاس خلاص اني مور. بقى خلاص الناس كلها بتجيب اللي هي بلاستيك سيرنجز وتستعملها وترميها خلاص، يعني تبقى ديسبوزابل. فبعض الاحيان بيكون اكشولي مش بس ان هي يعني ايكونوميكلي يعني ساوند او ايكونوميكلي احسن، لا ده هي ممكن تكون سيفر كمان عشان ما نضمنش ان بعض الحاجات مثلا زي الانجكشنز مثلا زي السيرنجز مثلا انها يكون تم معالجتها بطريقه سليمه بحيث ان هي تستعمل على بيشنت تاني. فالافضل في بعض الاحيان من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه برضو يعني عشان نضمن 100% ان ما يبقاش في اي مشكله بالنسبه للسيريلايزيشن ان احنا نستعمل ديسبوزبل بلاستيك وير يعني تكون بري ستيريلايزد.